تتقدم على إيطاليا بهدف للصفر دائما في المواعيد الكبرى لا تعترف بالتاريخ. اوبا با 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 الله ذكر الألمان وجول 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 وكورة بالطبع ميتها. يتمكن فريق أنبي من هز الشباك في مرمى كوكو. كورة الهدف الأول لأنبي بكورة رائعة في متابعة للشامي يضع الكرة في الشباك كوكو. محمد جمال شوفوا الهفوة اللي وقع فيها دفاع المقصة ومحمد جمال الشيمي يا جماله يضع الكرة في مكانه في المرمى الحارس كوكو وهدف أول في هذه المباراة بعد مرور 33 دقيقة لعب لما وخذها بشكل حلو وصوبها ويأتي الهدف الأول في المباراة عن طريق محمد جمال الشامي في مرمى كوكو ليتقدم. اوه جول فوتوا علينا جول والله حسمها جول 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 لإنبي. إنبي ينهيها بضربة قاضية الآن على المقصة بثاني الأهداف وبالطبع لحظات الأخيرة المباراة. اثنين إنبي لا شيء المقصة هدف لمحمد أحمد البديل لصاحب الهدف. عموما النتيجة والأمور كما نراها الآن إنبي يحسمها وألمانيا تحسمها. هنا إنبي اثنين على المقصة وألمانيا بنتيجة أيضا 6-5 على الطليان بعد أن أهدر الركلة التاسعة دارميان لإيطاليا وهكتور سجل لألمانيا. عموما مبروك لألمانيا ومبروك لإنبي بنفس الوقت في نفس اللحظة اللي جاء فيها الهدف والحسم كان لإنبي والحسم كان لألمانيا. هنا في بتر سبورت إنبي ينهي موسمه بانتصار على المقصة بهدفين مقابل لا شيء ويكون بهذا الهدف الذي سجله